بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. وبعد، قل رحمه الله: باب كفارة القتل. المراد بذلك قتل الخطأ، كما قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فكفارة القتل تتكون من خصلتين فقط مرتبتين. خصلة الأولى العتق، عتق رقبة مؤمنة ذكرا كان أو أنثى، فلا يجزي عتق الرقبة الكافر. ومعنى العتق تحرير العبد المملوك، نقله من الرق إلى الحرية، هذا معنى التحرير العتق. فمن لم يجد رقبة، لم يجد هناك رقاب تباع، هو لا يملك رقبة ولا يجد رقابا تباع، كما في هذا الوقت الآن حيث منع الرق، فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، وليس هناك خصلة ثالثة، لا بد إما من العتق وإما من صيام شهرين متتابعين توبة من الله، والله عليم حكيم. وهذا يدل على احترام على احترام الرقاب، احترام الدماء، حتى المخطئ يكون عليه كفارة، من أجل تنبيه الناس على حرمة الدماء. وذكر الله أن القتيل له ثلاث حالات، قتيل خطأ له ثلاث حالات. حالة الأولى أن يكون مؤمنا، يكون القتيل مؤمنا، فهذا أوجب الله فيه الدية وأوجب فيه الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. النوع الثاني المؤمن الذي يقتل بين صفوف الكفار، الذي يقتل مع الكفار، فهذا ليس له دية ولكن فيه كفارة فقط، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ذكر الله فيه الكفارة فقط، وهو المؤمن يقتل مع الكفار ومن بينهم، ويكون أقاربه كفار وهو مؤمن، فهذا لا دية فيه، ولا يعطى الكفار دية قريبهم المؤمن. الحالة الثالثة أن لا يكون مؤمنا، يكون كافرا، ولكن بيننا وبينهم عهد، فإذا قتل معاهد له ذمة الله وذمة رسوله، ذمة المؤمنين معاهد، أو مستأمن يعني له حرمة، كافر له حرمة بسبب العهد أو بسبب الأمان، فهذا فيه الدية وفيه الكفارة، لكن الدية تكون دية كافر ليست دية مسلم، دية كافر.
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن فيه الدية والكفارة، والمعاهد فيه الدية والكفارة، والمؤمن الذي هو من قوم الكفار هذا فيه الدية فيه الكفارة فقط، كما في نص هذه الآية الكريمة. وقد يسأل سائل فيقول: ما دام أن القتل خطأ والمخطئ ليس عليه إثم، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ، فكيف تجب عليه الكفارة؟ قيل: أوجبت عليه الكفارة نظرا لأن النفس التي قتلها نفس معصومة، نظرا لأن النفس التي قتلها نفس معصومة، إما بالإيمان وإما بالعهد، فهي معصومة فلا تذهب هدرا. هو ليس عليه إثم من الله سبحانه وتعالى، لكن نظرا لأن النفس التي قتلها خطأ نفس معصومة، فجعلت الكفارة لأجل احترام النفس المعصومة. وأيضا في إيجاب الكفارة عليه تنبيه له لعدم التساهل، وأن يتحرز، لا يقول: أنا إذا صرت مخطئ ما علي شيء، لأن الدماء المعصومة لا تذهب هدرا. فإذا علم أنه سيعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإنه يكثر تحفظه وتحرزه لئلا يتلف نفسا معصومة، فيتحفظ في سلاحه إذا كان معه سلاح، تحفظ في سيارته إذا كان يقود سيارة، ما يتساهل ويقول: المخطئ ما عليه شيء. تحفظ، تفقد سيارته، يرفق في القيادة إذا كان لا يحسن القيادة، يمتنع. فإيجاب الكفارة عليه فيها قيد له ورادع له لئلا يتلف نفسا أو نفوسا معصومة، فهذا يدل على حرمة الدماء عند الله سبحانه وتعالى وعدم التساهل فيها. نعم. ومن قتله من غير متعمد أو بالنيات غير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. من قتل مؤمنا غير متعمد، أما المتعمد فهذا فيه القصاص إذا تكاملت شروط، فيه القصاص من القاتل. ولا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإن عفى أولياء القتيل عن القصاص أو تخلف شرط من شروط القصاص فإن الدية تكون عليه مغلظة، عليه هو مغلظة وليس عليه كفارة، لأن القتل الخطأ لا تكفره الكفارة، وإنما تكفره التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الكفارة إنما هي بالخطأ وشبه العمد، أما العمد المحض فهذا ليس فيه كفارة، فيه القصاص على القاتل. فإن لم يمكن القصاص تخلف شرط من شروطه أو لأن الأولياء عفوا عن القصاص، ففيه الدية المغلظة وتكون على القاتل، لا يتحمل العاقلة منها شيء كما سبق، ويكون عليه الوعيد الشديد، القصاص أو الدية المغلظة مع الوعيد الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد والعياذ بالله. وأما الخطأ فكما سبق فيه الكفارة. أي الكفارة هذه إذا اشترك جماعة اثنان فأكثر في قتل شخص فهل عليهم كفارة واحدة؟ لا، على كل واحد منهم كفارة، على كل واحد منهم كفارة، حتى ولو كان نسبة أحدهم 1% في الخطأ فعليه كفارة مستقلة. كل واحد من المشتركين في القتل الخطأ عليه كفارة مستقلة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. سواء قلت مشاركته أو كثرت. وكذلك قتل الجنين الذي في البطن، قتل الجنين الذي في البطن هذا لا يكون إلا خطأ، ما يكون عمدا، لا يكون إلا خطأ، ففيه الكفارة أيضا. إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، جنى عليه فسقط ميتا، جنى عليه فسقط ميتا، ففيه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وفيه الدية أيضا، وهي 5 من الإبل. إيه الدية؟ وهي 5 من الإبل، هي في الأصل غرة عبد أو أمة، لكن قدرت ب5 من الإبل، نصف 10 دية أمه، هذا في قتل الجنين، سواء كان القاتل أمه أو غيرها. فالأم الحامل إذا تسببت، الأم الحامل إذا تسببت في إسقاط جنينها الذي نفخت فيه الروح وسقط ميتا، يكون عليها الكفارة لأنها تسببت في قتله، إما بأن حملت شيئا ثقيلا، أو أنها أخذت دواء، تناولت دواء معروف أنه يسقط الحمل فسقط، أو غير ذلك من الأسباب، غير ذلك من الأسباب. وإن جنى عليه غيرها بأن ضرب بطنها، أو تسبب، أو روعها حتى أسقطت، فعليه دية الجنين وعليه الكفارة. وهذا مما يدل على صيانة الإسلام للنفوس حتى الحمل في بطن أمه. نعم نعم. غير أو ذمي، أو ذمي وهو المعاهد، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق عهد أو ميثاق أمان. نعم. أو نعم، أعد العبارة. شارك فيه، يعني سواء قتله استقلالا أو شارك، أو شارك فيه، مثل لو اصطدمت سيارتان، اصطدمت سيارتان فجعل الخطأ بينهما، بين السائقين، فكل يتحمل الكفارة. لو الواحد منهم ما عليه إلا 1% من، لو ما عليه إلا 1% من نسبة الحادث عليه الكفارة. نعم. أو في إسقاط جنين عرفناه، سواء كانت المسقطة الأم الحامل أو غيرها، فعليه الكفارة التي ذكرها الله في الآية الكريمة. نعم. صوم شهرين متتابعين 60 يوما ليس بينها فاصل،
متتابعة. لكن لو كان حصل فاصل ضروري ليس للإنسان فيه اختيار فإنه لا يقطع التتابع، كالمرأة إذا حاضت وهي تصوم الكفارة فإن الحيض فطرها في الحيض لا يقطع التتابع، إذا اغتسلت من الحيض تواصل وتبني على ما سبق لأن هذا ليس لها فيه اختيار. وكذلك الفطر الواجب، الفطر الواجب إذا تخلل في أثناء الكفارة مثل أتى يوم العيد، أتى يوم العيد، عيد رمضان أو عيد الفطر أو أيام التشريق، فهذا لا يقطع التتابع، يفطر في يوم العيد أو أيام العيد ثم يواصل صومه ولا يقطع عليه التتابع. وكذلك لو تخلل شهر رمضان، فرضنا أنه بدأ بشعبان ثم جاء رمضان، نقول يصوم رمضان، فإذا انتهى رمضان وانتهى العيد يواصل صومه ويبني على ما سبق لأن هذا ليس باختياري، هذا صوم واجب. نعم. أما إذا قطع التتابع، إذا قطع التتابع من غير عذر فإنه يبدأ من جديد، يستأنف من جديد. أو فرضنا أنه صام 59 يوم ولا بيجي اليوم، قال أنا اليوم بفطر، روح للعزيمة أكشت مع الناس بفطر، اللي ما بيجي اليوم سهل، وقطع التتابع من غير عذر، يقول لا تبدأ من جديد، تبدأ من جديد وصومك الأول بطل. نعم. المذهب أنها تجب الكفارة في قتل الخطأ على المكلف وهو البالغ العاقل، هذا ما فيه إشكال، هذا بالإجماع. أو كان غير مكلف، لو كان صبي، صبي قتل شخصا، الصبي ليس له عمد قتله خطأ، قالوا تجب عليه الكفارة ولو كان صبي، إن كان له مال يعتق من ماله، وإن كان ماله مال إذا بلغ يصوم شهرين متتابعين حتى ولو كان صبر. نعم. والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه ومن قتل مؤمنا، وإن كان القاتل رقيقا مملوك، القاتل مملوك قتل خطأ هو مملوك ماله مال يبي يعتق، تعين عليه الصيام يكفر بالصيام. نعم. والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، وأجمع على أن على القاتل خطأ فالكفارة لهذا، أن وأجمع وأجمع على أن على القاتل خطأ فالكفارة لهذا، كفارة ما هي بخاء ما هو باسم الله مؤخر، خليك منتبه. نعم. وأجمع على أن على القاتل خطأ كفارة لله. نعم. وتجب في قتل الصغير والكبير بعموم الآية، سواء كان القتيل كبيرا أو صغيرا، سمعتم وجوبها في قتل الجنين فكيف بالصغير المولود غير الجنين، باب أو لا. نعم. وتجب في قتل العبد كما تجب في قتل الحر بعموم الآية، تجب الكفارة بالقتل الخطأ سواء كان القتيل حرا او عبدا، صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى. نعم. وتجب قتل الذمي والمستأمن. نعم، هذا الذي سبق، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، والميثاق يشمل ميثاق الذمه بين ميثاق الذمه مع اليهود والنصارى او المجوس الذين تعقد معهم الذمة ويدفعون الجزية، أو كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بالأمان، فإنه إذا قتله إنسان خطأ، ادعسه بالسيارة أو أصابه خطأ فيه الكفارة نظرا لحرمة العهد والميثاق. نعم. وتجب قتل الذمي والمستأمن وهو قوم قتائهم.
قوله سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم مزار فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. والذمي المستأمن لهما مثال. نعم. ولأنه مقبول ظلما فأشكر المسلم. نعم. مسألة وإن قتل صبي أو مجنون وجدت الكفارة في مالهما. إذا كان القاتل غير مكلف صبيا أو مجنونا وجبت الكفارة في مالهما بأن يعتق من مالهما رقبة إذا كان لهما مال. نعم. يعلم قوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا. ومن من ألفاظ العموم، من من ألفاظ العموم فتشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون. نعم. وهما قد قتلا مؤمنا. وكذلك الكافر اذا قتل تجب عليه الكفاره لان الحق هذا يتعلق بالقتل فتعلقت به تثبيته. نعم. مساله والمشهور في المثل انه لا كفاره في قتل العمد. نعم، لان الله لم يذكر في العمد كفاره، لم يذكر في العمد كفاره بل أوجب فيه القصاص أو الدية. قصاص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا القصاص. وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتص، ولم يرد في الكتاب والسنة ذكر الكفارة في العمد. نعم، فدل على أن العمد ليس فيه كفارة وإنما فيه التوبة وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. الجمهور على أن له التوبة، إذا تاب تاب الله عليه. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه ليس له توبة، لا بد أن يعذبه الله ولا بد أن ينفذ فيه الوعيد وأن يدخله النار، لكنه لا يخلده فيها خلود الكافر، لا يخلده خلود الكافر بل يخلده خلودا مؤقتا، جزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني خلودا مؤقتا، بدليل النصوص الأخرى أن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عند ابن عباس أنه لا توبة له، وليس معنى ذلك أنه كافر كما تقول الخوارج، لا، معنى ذلك أنه مؤمن لكن يتحتم تعذيبه بالنار ولا بد له من دخول النار كما توعد الله بذلك. نعم. والمشهور في المذهب انه لا كفاره في قتل العمد وعمد تجب فيه، وهو قول الشافعي. هذا مرجوح، هذا مرجوح انه ليس في الايه ولا في الحديث ان على القاتل عمدا كفاره، والقياس في هذا لا يصح لانه قياس مع الفارق. نعم. لما روى راكبة بن الأصبع رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أو قد أوجب بالقتل فقال اعتقوا عنه بقرة يعتق الله تعالى لكل عبد منها عقبا منه من النار. ليس هذا من باب الكفارة وإن هذا من باب التصدق، من باب التصدق وليس هو من باب الكفارة. نعم. ولأنها إذا وجدت بالخطأ فبالعمد أولى. ما هو بلازم، ما هو بلازم هذا، إنما يصح القياس إذا كان هناك لم يكن هناك فارق، فإذا كان هناك فارق لم يصح القياس ولا يقاس الخطأ على العمد. العامد قد قصد القتل، وأما المخطئ فهذا لم يقصد القتل، بينهما فرق. نعم. لأنه أعظم إثما وأكبر جرما. إي، ولذلك لا
لم تشرع فيه الكفارة، هذا من باب التغليظ، باب التغليظ والعياذ بالله. نعم. ولنا مفهوم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ثم ذكر قتل العبد فلم يوجب فيه كفارة. نعم. فمفهومه أنه لا كفارة فيه، هذا واضح. نعم. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القول ولم يوجب كفارة. يكفي نص الآية الكريمة، يكفي نص الآية الكريمة. نعم. أن الله ذكر في الخطأ الكفارة ولم يذكرها في العمد، وما كان ربك نسيا. نعم. ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن. نعم. وخبر واثنة يحتمل أنه أمره بالإعتاق عنه تبرعا. تبرعا يعني تصدق، من يعتق عنه من باب التصدق، والصدقة تنفع المؤمن، تنفع المؤمن سواء كان مذنبا أو غير مذنب، ثوابها يصل إلى المؤمن. نعم. فمن تصدق بصدقة عن مسلم حيا كان أو ميتا نفعه ذلك. نعم. وكذلك أمر به غير القاتل. نعم. وخبر واثنة يحتمل أنه أمرهم بالإعتاق عنه تبرعاً. يعني أجاب عنه بجوابين، الأول أنه من باب التبرع، والجواب الثاني أنه أمر بالتصدق غير القاتل، والكفارة إنما تجب على القاتل، فدل على أنه من باب التبرع. نعم. وما ذكره من المعنى لا يصح. ثم أيضا سند حديث واثلة هذا ما ذكر درجة الحديث، تاج إلى بحث. نعم. وما ذكره من المعنى لا يصح، لأنه يحتمل أنها وجدت في الخطأ لقلة جسمه لتمحو أثر التحقيق، فلا يلزم إيجابها في موضع هذا الذي قلنا القياس مع الفارق، فالمتعمد هذا قاصد القتل، وأما المخطئ فهذا لم يقصد القتل، وإنما وجبت عليه الكفارة لتمحو الأثر في قتل النفس. نعم. فلا يلزم إيجابها في موضع كبرات أو تعارض نكرهم. نعم. بحيث لا يمكنها رفع مسألة. يعني أن قتل الخطأ لا يرفع الكفارة، لا ترفع إثمه، ترفع أثره عن القاتل. نعم. والأثر هو التفريط، يعني إن القاتل خطأ ملوم بالتفريط، ملوم بالتفريط وعدم التحفظ، فلذلك وجبت عليه الكفارة، لأن عنده نوع تقصير ونوع وهو التفريط وعدم التحفظ. نعم. مثلا من شارك في القتل يوجب الكفارة التي يكفر، كما سبق أن تجب استقلالا على القاتل استقلالا، وتجب على القاتل بالاشتراك مع غيره، فلو تصادم اثنان ومات معهم أنفس، لو تصادم اثنان ومات معهم أنفس، معهم جميع ولا مع واحد منهم، فإن كل نفس فيها كفارة على الاثنين، ولو كان أحدهما عليه نسبة 1% من الجناية. نعم. ويلزم كل واحد من شركائه كل ويلزم كل واحد من شركائه كفارة. نعم، لأن الكفارة لا تتبعض خلاف الدية، الدية يتحملها المشتركون كل على قدر نسبته، أما الكفارة فلا تتبعض، فكل واحد عليه كفارة مستقلة. نعم. ويلزم كل واحد من شركائه كفارة وراء قول مختلف. فلو قلت مثلا وراء ما يتبعض، أليس إن يشترون رقبة ويعتقونها كل واحد يسوق قدر نسبته؟ نقول لا، إذا ساد قدر نسبته ما يصدق عليه أنه أعتق رقبة، الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة مؤمن، فإذا أعتق بعض رقبة
لم يسبق عليه أنه نفذ ما في الآية الكريمة. نعم. وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليه كفارة واحدة لعموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ومن تتناول واحدة الجماعة. لكن الأول هو المعروف والراجح. نعم. ولأنه لم يوجب إلا دية وكفارة، والدية لا تتعدى للفاعلين كذلك الكفارة. فرق بين الدية والكفارة. الدية تتبعض، يمكن قسمتها على الجنات، بخلاف الكفارة فلا تتبعض، ما تتبعض. نعم. لأنه صام بعض الشهرين ما صدق عليه أنه صام شهرين، وإن اعتق بعض رقبة ما صدق عليه أنه اعتق رقبة. الله جل وعلا يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا صام بعض الأيام ما صام شهرين، إذا أعتق بعض الرقبة ما أعتق رقبة. نعم. ولأنها أكبرهم تتعلق بالقتل، فإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة. هل على الرأي الثاني؟ ما زال في الرأي الثاني. نعم. كفارة الصيد. لو قتل جماعة صيدا في الحرم أو وهم محرمون، فإنهم يتحملون كفارة هذا الصيد، كل على حسب تقسم الكفارة عليه. لكن هل تقاس نفس الآدمي على الصيد؟ هذا قياس مع الفارق. نعم. لأن الصيد نوع من المال خلاف الآدمي. نعم. ولنا هذا انتصاب للرأي الأول. نعم. ولنا أنها كفارة لا تتبعض، بدليل أنها لا تنقسم عن الكفارة. نعم. وما لا يتبعض إذا اشترك في السبب الجماعة وجب تكفيره كالقصاص. كما أن القصاص لا يتبعض، لو قتل جماعة شخصا وجب قتلهم جميعا، كل واحد يقتص منه، لأن القصاص لا يتبعض، وكذلك الكفارة. نعم. ويخالف كفارة الصيد لأنها تجب بدلا، ولهذا تجب في أبعاده وكذلك الدية. الكفارة في الصيد بدل، ثمن، يعني ثمن. وأما الكفارة بالقتل فليست ثمنا وليست بدلا. نعم. مسألة: وانشرد في قول بعض امرأة فألقت جنينا، سواء كان ميتا أو حيا، ثم ماتت عليه كفارة. من شارك في ضرب امرأة حتى أسقطت جنينا، اشترك جماعة وضربوها أسقطت، يكون عليهم الكفارة. نعم. ومن مسألة: ومن شارك في قتل بطن امرأة فألقت جنينا، سواء كان ميتا أو حيا، ثم مات فعليه كفارة. كفارة مستقلة، يعني لو جماعة ضربوا بطن المرأة فأسقطت جنينا ميتا أو حيا ثم مات، على كل واحد منهم كفارة، لأنها نفس معصومة. نعم. كما لو قتلوا شخصا مولودا. نعم. وعلى كل واحد من قتله كفارة. نعم. كما بنا قتل جماعة قبلا. نعم. ودليل ما سبق في المسألة قبلها. نعم. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، سواء كان حيا أو ميتا، جماعة أو واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة، أوجب فيه الغرة، ولم يوجب الكفارة. لكن قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا عام، سواء كان هذا مولودا أو غير مولود، لأنه نفس حية معصومة، نفس حية معصومة،
تدخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة. نعم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في مع الغرة فإنه يرجع للآية. نعم. ولنا قول الله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقد ثبت للجليل الجنين يمكن واحد يقول الله جل وعلا يقول من قتل مؤمنا خطأ وهذا جنين تحكم بإيمانه وهو بالبطن يقول نعم تبع لأبويه إن كان أبواه مؤمنين فهو مؤمن وإن كان أبواه ذميين فهو ذمي يأخذ حكم أبويه وإن كان أبواه وأحدهما مستأمنا يأخذ حكم المستأمن فحكم الجنين حكم أبويه. نعم. نعم. إذا نفخت فيه الروح تحرك وأغلب ما أغلب المدة التي يتحرك لها 4 أشهر وإلا قد يتحرك قبل 4 أشهر لكنه نادر. نعم. ولأنها لتكون فوجدت فيها التكرار كالكبير. نعم. وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة. اي نعم، ما ذكره مثل الحديث لا يدل على نفي الكفارة، لأنها إذا لم تثبت في هذا الحديث فهي ثابتة في الآية. نعم. فعدم هذه قاعدة، عدم ذكر الشيء لا يدل على نفيه بدليل آخر، لا يدل على عدم ثبوته بدليل آخر. نعم. كما قال في نفس المؤمن بأكمل الإبل ولم يذكر الكفارة فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على علم الآية. المهم أن عدم ذكر الحكم لا يدل على نفيه وثبوته بدليل آخر، هذه قاعدة. نعم. ولو صادف الإنسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة. لو تصادم نفسان فماتا بسبب التصادم خطأ فعلى كل واحد منهما كفارة، مثل تصادم السيارات والسفن أو بالأجسام، تصادم بالأجسام فماتا مثلا كل واحد منهم يعدو يركض صدم الآخر فمات الجميع بسبب الصدمة، كل واحد يتحمل دية الثاني على عاقلته وعليه الكفارة هو. طيب عليه كفارة وهو مات؟ نعم عليه كفارة في تركته، عليه كفارة في تركته يعتق منها رقبة. نعم. ولو تصادم الإنسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على قاتله على عاقلته. أي لا، تصادم نفسان فماتا بسبب التصادم على كل واحد منهما دية وكفارة، دية الخطأ وكفارة، دية الخطأ على العاقلة والكفارة في ذمة الصادم وتخرج من تركته، وإذا لم يكن له تركة وكفر عنه أحد من المسلمين نفعه ذلك، أو صام عنه 2 شهرين متتابعين نفعه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت عليه كفارة. هذا يقع الآن كثيرا نسأل الله السلامة، يقع الآن كثيرا في السيارات. نعم. فوجبت عليه كفارة كما لو لزمه فقتله. نعم. ويجب على الآخر كفارة بذلك. اي نعم. وأما الدية عند الصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. نعم. لأنه
قاتل خطأ أو شبه عمد إذا تصادم فارسان فمات ومات الفرسان فعليهما الكفارة والدية وضمان الفرس. نعم مناصفة عليهما الكفارة والدية الكفارة مستقلة كل واحد عليه كفارة والدية بالمناصفة وضمان الفرس كل واحد يضمن فرس الآخر لأنه مال متلف. نعم أجل مثلها السيارات تماما إذا تصادموا وماتوا والسيارات عدمت أيضا السيارات تضمن بالقيمة كل واحد يضمن سيارة الآخر أو يضمنان السيارتين بالتقسيط بالقسط. نعم نصفين لأن الثلاث أخذ بحفظيهما فيستويان بالضمان سواء استوى عندهما أو الثلاث. نعم كما لو جرى أحد الثلاثين جرح فرقا والآخر بلا تجرح. وقال الشافعي يجب على كل واحد منهما نصف قيمة جلبة الآخر لأنه مستويات الاستدامة. المهم أنه تضمن الدابة أو السيارة تضمن لأنه متلف مال متلف. أما كيفية الضمان وتقسيط الضمان هذا أمر سهل يرجع إلى الاجتهاد والنظر. نعم وقال الشافعي يجب على كل واحد منهما نصف قيمة جلبة الآخر أو سيارته لأنه مستويات الاستدامة وكل منهما مات من الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة ذات الآخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه. ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة لأنه أتلفها يصدق عليه أنه أتلفها استقلالا هو اللي صدمها هو الذي صدمها فأتلفها فيجب عليه الضمان كاملا. نعم فإذا ثبت هذا فإن كان كاسراء فخاصا وإن كان كاسراء تحاصا إذا كانت قيمة السيارتين واحدة كل واحدة قيمتها 20 كل واحد وجب له على الآخر 20 تحصوا يعني يتساقط الحقان للمحاصر. نعم وإن كانت قيمة تقاصى ما هو تحاصى تقاصى القاف تقاصى يعني كل واحد يسقط ما له عند الآخر بالمقابلة أنت لك عنده 20,000 وهو له عندك 20,000 خلاص هذه مقاصة ما يسلم أحد شيء. نعم هذه المقاصة أما المحاصة فمعناها أن توزيع المال على الشركاء
كل بحصته، اللي لها العشر واللي لها الخمس واللي لها النصف، هذه المحاصة. نعم. وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فلا تقصر قيمة جارته. يتقاصان فيما لكل واحد منهما عند الآخر، ويدفع الآخر الزيادة إذا كان عنده زيادة يدفع. نعم. وإن كان أكثرهما واقفا والآخر سائرا، نعم. وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة واحدة. هذه تماما مثل السيارة اللي توقف في الشارع أو توقف بالخط العام، يجي واحد يصدمها، يقولون الصادم عليه الضمان لأنه أتلف هذا المال. طيب، وتوقيفه السيارة في الخط، توقيفه السيارة في الخط، أليس هذا اعتداء؟ هذا يختلف. إن كان أنه وضع ضوابط وحط أشياء تبين إن أمامك سيارة واقفة ومع هذا لم يتقيد صدمها يضمن، أما إذا كان ما وضع شيء ولا فيه علامات والجو مظلم بالليل صدمها ما درى عنها، هذه الظاهر أنها هدر، أنه هو المفرط، صاحبها هو المفرط، تكون هدرا. ولو تلفت سيارة الصادم يضمنها الموقف، ولو تلف الصادم يضمنه الموقف لأنه هو المعتدي، حيث إنه سد الطريق ولم يضع علامات تبين للقادم أن أمامه جسما معترضا. نعم. لكن هذا إذا كان في النهار يشوف، أو بالليل لكن وضع علامات من بعد، وهذا معمول به عند المرور، يعني يناظرون تصرف الموقف، هل هو مفرط أو ما هو مفرط. نعم. إذا لم يفرط الواقف، ما في شك، إذا لم يفرط الواقف، أما إذا فرط فهو الملوم وهو المسؤول، لأنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا في الطريق، حتى لو وضع حجر في الطريق وعثر به إنسان وانكسر أو مات يضمنه، أو حفر حفرة في الطريق وسقط فيها إنسان ومات يضمنه، لأنه متسبب. إلا إذا وضع علامات، إذا وضع علامات احتياطية ولم يعبأ بها السائر فيكون هو المفرط. نعم. نص عليه الإمام أحمد لأنه فردها بخدمته. نعم. وإن فدابة السائر فهي هدر لأنه هو الذي قتلها بخدمته. هذا كله حيث لم يفرط الموقف، أما إذا فرط فهو المسؤول، هو المسؤول. يجينا قضية الإبل الآن التي تعترض في الطرق ويصدم بها إنسان يتلف أنفس، يقولون هذه إن كان صاحبها عندها ولا منعها يضمن، أما إن كان صاحبها ما هو عندها فإنه لا يضمن، ولكن الدابة تذهب هدرا عليه. نعم. إن كان صاحبها عندها وتركها تعترض في الخط فإنه يضمن النفس ويضمن السيارة ويضمن ما تلف بسببه، أما إن كان ما هو عندها، هي راحت خرجت من الحوش أو انطلق عقالها وراحت، أو ما يدري عنها، ضايعة ولا يدري عنها، هو غير مسؤول. نعم. نعم. ها؟ النهار يشوف. نعم. حتى في النهار ما له يخليها في الخط وهو عندها، لأنه قد يكون رأس سيارة مسرع ما يمديه يوقف سيارته، ولا له الحق أنه يخلي دابته في الطريق حتى في النهار، ما له الحق في هذا. نعم. ما يكون مسؤول عن تركها؟ لا، ما هو مسؤول عن تركها. الناس يرعون إبلهم بالليل في الفلوات، يرعون إبلهم بالليل في الفلوات. نعم. وإن كان الدابة
إلا أن يكون الواقف متعديا في وقوفه. إلا أن يكون الواقف متعديا في وقوفه، فالمسؤولية عليه. نعم. ومشي مشي الإبل والدواب في السابق يختلف عن مشي السيارات الآن. أصحاب السيارات ما يملكونها إذا قربوا منها من المعترف، خلاف الدابة يمكنك توقفه إذا قبلت على شيء، لو أنت قريب يمكنك توقفه، لكن السيارة ما يمكنك توقفه، القطارات والأشياء هذه ما يمكنهم. فالسيارات والقطارات والمركبات السريعة ليس بإمكان سائقيها إيقافها إذا رأوا المعترض قريبا، فيكون اللوم على من اعترض. نعم. إلا أن يكون الواقف متعاديًا في وقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائق فعليه كفارة. أو ملك السائق. ها؟ كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائق. سائق؟ ملك السائق؟ أي نعم. لو اعترض في طريق الملك له، ملك للسائق، ما هو طريق مشترك بين الناس، ما له يدخل في طريقه الخاص، يعني هو ملك له إلا بإذنه. نعم. فعليه كفارة. نعم. لأنه فقط ويلزمه ضمان السائق. نعم. لماذا من الصدمة وضمان داخله؟ لأنه متعدي في دخوله في الطريق الذي هو ملك للسائرين. نعم. لأنه متعدد في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه. الوقوف فيه. إما لأنه ضيق وإما لأنه ملك لغيره. نعم. فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق تعثر به الزاد. نعم. مسألة ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهترا أو اختص بالضمان كالصائم. نعم. لو تلف القاعد في الطريق، لو تلف القاعد في الطريق فليس على الذي قتله ضمان، لأنه هو المتعدي في جلوسه في الطريق ليس عليه ضمان. نعم. مسألة وإذا رأى ثلاثة من الجميل فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة. المنجنيق آلة كبيرة يضعون فيها الحجر ثم يرمون الحجر بها، فإذا اشترك ثلاثة في رمي المنجنيق وأصاب الحجر شخصا وقتله فإن كل واحد عليه كفارة. كل واحد هم ما قصدوا الشخص، ما دروا فيه شخص، لكن اعترض الشخص أو كان في مكان لا يريانه، ما فيكون هذا خطأ، قتل خطأ، فيكون دية على العاقلة، عاقلة الثلاثة، وعلى كل واحد منهم كفارة كما سبق. نعم. وإذا رمى ثلاثة من الجنيه فقتل الحجر معكما فعلى كل واحد منهم كفارة، لأن الله سبحانه قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، كما سبق. إذا اشترك أكثر من واحد في القتل خطأ فإن على كل واحد منهما كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض. نعم. وليس في ذلك خلاف عن الناس، لأن كل واحد منهم مشارك في إثبات آدمي المحكوم، وتجب قيمه على عواقبهم أثلاثا. نعم. وإن كانوا لم يفسدوا الرمية كان خطأ، تجب قيمه على عواقبه مخففة. خففت الأسنان، يعني أسنان الإبل. وإن عمدوا واحدا بعينه. نعم. عمدوا. وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد، لأنه لا يمكن قصد رجله بعينه من جنيه. ليه؟ وراه ما يمكن. إذا شافوا شخص
وقصدوا رميه بالمنجنيق وقتلوه، وراوا ما يمكن. نعم. وإنما يهتدئ وقوعه بمن يقع به كذلك ديته مرتبط على العاقلة. واضح. إذا رموا شخصا بالمنجنيق متعمدين قتله وقتلوه صاروا متعمدين، عليهم القصاص. نعم. وعند أبي بكر أن الدية تجب العمد على الجاني في ماله. نعم، هذا قضية اللي يتحمل الدية، العمد يتحمله الجاني ما في شك، والخطأ يتحمله العاقل، هذا ما في شك، إنما شبه العمد الذي قصد الجناية ولم يقصد القتل شبه العمد، من يتحمل ديته؟ المذهب أنه يتحمله العاقلة، لأن فيه خطأ، لأن فيه خطأ في القصد فيتحمله العاقلة، وقيل يتحمله الجاني لأن فيه عمد، فيه نوع عمدية، يعني مركب من شيئين، عمد وخطأ، عمد للجناية وخطأ في القتل، وضربه قصد الضرب، قصد الضرب، لكن العادة أن هذا الضرب ما يقتل، لكن صادف أنه قتل هالمرة، هذا شبه عمد ما هو بعمد. إذا قصد الجناية ولم يقصد القتل هذا شبه عمد. نعم. أو تكون الآلة غير صالحة للقتل، نعم، فقتلت. نعم. فقوم من بحق كل واحد. نعم. فإن كان المقيم منهم لم تسقط كفارة عنه، لأنه شارك في قتل نفسه وكفارة منه بحق الله تعالى. لو أن الثلاثة اللي رموا بالمنجنيق أصاب واحد منهم، هو شارك معهم في الرمي وأصابته القذيفة، يكون قتل خطأ، هم من قتل الخطأ، عليهم على عاقلتهم الدية وعلى كل واحد منهم الكفار. ولو كان هم شارك معهم في الرمي الذي أصابه هو. نعم. والكفار تجب بحق الله تعالى، فوجبت عليه المشاركة في قتل نفسه، وهو تجب عليه كفارة، هذا العجيب، هو أيضا تجب عليه كفارة وهو قد انقتل بالرمي هذا، يجب على كل واحد كفارة، الاثنين اللي بقوا والشخص الذي انقتل عليه كفارة أيضا، عن نفسه كفارة عن قتله لنفسه خطأ، من قتل نفسه خطأ وجبت عليه الكفارة، مثل السائق إذا صدم ومات يصير قتل نفسه خطأ، يكون عليه كفارة لقتله نفسه خطأ. نعم. نعم. من تركته اشترى، ما في رقيب، يعدل إلى الصيام وصام عنه. نعم. اللهم صل وسلم. طيب العمد ليس فيه كفارة، ما فيه إلا أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، ولا فيه كفارة. نعم. ما ضابط الجنين؟ نعم. ما ضابط الجنين الذي به تجب الكفارة على قاتله خطأ؟ أن يكون قد نفخت فيه الروح وتحرك، أما إذا سقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح وهو مضغة
لم تنفخ فيه الروح فهذا ليس فيه كفارة وليس له دية. نعم، إذا سقط ملغة قبل نفخ الروح فيه فليس فيه لا كفارة ولا دية. نعم. إذا كان القتل خطأً فعليه كفارات بعدد النفوس، إن كان له مال يعتق من ماله رقاباً بعدد الكفارات، وإن لم يكن له مال فإنه إن صام عنه أحد من أقاربه أو توازعوا كل واحد منهم يصوم كفارة، كل شخص يصوم كفارة من الكفارات التي عليه، نفعه ذلك وأجزى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. هذا يعم صيام الكفارة، صيام النذر، نعم، صيام رمضان، نعم. الوجوب ما يجب عليهم، الوجوب ما يجب عليهم، لكن إن صاموا عنه تبرعا أجزاء ذلك. نعم. الجروح التي تسبب فيها المدرسين او الاطباء او اللاعبين بعضهم لبعض، ما حكمها؟ الطبيب الحاذق لا يضمن ما جنت يده، اذا كان حاذقا لا يضمن. اما ان كان الطبيب ما هو بحاذق او الجراح ما هو بحاذق فانه يضمن ما جنت يده، يضمنه لأنه غير مأذون له شرعا بمزاولة الطب، خلاف الطبيب الحاذق فهو أو الجراح الحاذق هذا مأذون له شرعا بمزاولة الطب فلا يضمن ما جنت ما لم يتعدى. أما اللاعب هذا لا يضمنه لأن اللاعب غير مأذون فيه شرعا، فيضمن الملاكم اللي يجرح أو أي أو لاعب الكرة إذا أصاب شخصا وجرحه أو قتله يضمن، لأن هذا غير مأذون به شرعا. نعم. والمدرس إذا كان من باب التأديب لا يضمن، أما إذا كان ضربه أو تعديه من غير التأديب هذا يضمن. المدرس لا يضمن ما ترتب على التأديب، أما ما زاد عن التأديب أو كان ما هو تأديب وإنما هو تعدي يضمن مثل غيره. نعم. ما معنى قول المؤمن وكذلك الكافر إذا قتل لا تجب عليه كفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فيه. يقول أن الكافر إذا قتل خطأ تجب عليه الكفارة مثل المؤمن، ولكن الكافر لا يكفر بالصيام لأنه لا يصح منه الصيام فيتعين عليه العتق. نعم. خلف الله إذا كان له مجنون ولا له مال خلف الله ما في شيء وغير مكلف. نعم. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. ما المراد بقوله تعالى خالدا فيها؟ أن أنه لا يخرج منها أم ماذا؟ بينا هذا، يمكن السائل ما حضر. خالدا فيها خلودا مؤقتا يعني طويلا، خلودا طويلا وليس خلودا دائما أبد الآباد، لأن هذا لا يكون إلا للكافر وهذا ليس بكافر، هذا مؤمن، فيخلد فيها طويلا ثم يخرج إلى الجنة بإيمانه ولو قل ولو مثقال حبة خردل من إيمان. نعم.
قلتم إن الإبل إذا كانت ليس معها صاحبها ليست نعم ليست معها صاحبها فلا شيء عليه. نعم. وفي هذا الزمن كثير من أصحاب الإبل يهملون إبلهم وتسببوا بترك كثير من الأمس. ما عليه شيء ما دام إنه ما هو عندها ولا ما عليه شيء. ما يضمن ما جنت. وعلى السائقين انهم تحذرون من الابل الارض اللي فيها مراعي تحذرون ما يسرعون تحذرون منها. واما ان حبس الابل ونقول للناس لا تطلعون ابلكم هذا ما هو صحيح. هذه ابل في الفلوات في البراري ترعى. نعم. ها؟ هي اللي راحت للخطوط السريعة وما حطها عند الخطوط السريعة وطلعها ترعى وراحت للخطوط السريعة. على السائقين أنفسهم أنهم هم يتحفظون يتحذرون أو ما يمشون بالليل. نعم. عاد كل شيء حملوا على الإبل سواء السائقين عليهم مسؤولية عظيمة لا يسوق بالليل. نعم. كان مفرطا يضمنهم إن كان مفرطا يضمنهم أما إذا كان ما هو مفرط فلا شيء عليه. أجل قل المركب المراكب اللي فيها آلاف من الناس لا حصل لها ما حصل هلك من فيها هذا يتبع التفريط أو عدم الحذق إذا كان غير حاذق لا يحسن. لكن ما يسمحون نظام الدولي ما يسمحون للطيار أو للملاح في البحر يسمحون ولا بعد تأكد وفحص وتأكد من أهليته وعقليته ما يسمحون له بالطيران أو استلام الباخرة إلا بشهادات توثق. نعم. ما تعمد ما يشوف الجنين ولا يدري فيه جنين ما تعمد هذا لكن صادف فيه جنين فيكون خطأ. نعم. فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه القصاص ما جعل فيه القصاص جعل فيه الغرة فقط. نعم. ما الحكم من الذي يستطيع الشخص الصيام في فرض القضاء هل يسقط عنه القضاء أو عليه عار؟ تبقى في ذمته تبقى في ذمته وأمره إلى الله. إذا كان ما يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام تبقى في ذمته وأمره إلى الله. نعم. وإن تبرع أحد من المسلمين وكفر عنه نفعه ذلك. نعم. هذا سبق وتكرر أنه يجب عليه كفارة بعدد الأنفس التي قتلها خطأ. نعم. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به كان إذا ضرب شخص شخصا آخر فهل يجوز للشخص المضروب أن يختص بنفسه من ذلك الشخص الذي اعتدى عليه دون الرجوع إلى السلطة المسؤولة في البلد؟ الجمهور على أنه لا قصاص في الضرب واللطم لأنه لا يتتحقق فيه المماثلة. وأجاز الشيخ الإسلام ابن تيمية القصاص في اللطمة أجاز القصاص في اللطمة لكن الجمهور أنه لا يجوز لأنه لا تتحقق المماثلة والقصاص يشترط فيه المماثلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. إذا قتل الصبي غير مميز شخصا خطأ فهل على وليه كفارة؟ كفارة على الصبي نفسه. الولي ما عليه شيء. الولي ما عليه كفارة إنما الكفارة على الصبي نفسه. إن كان له مال يكفر من ماله ولا تبقى عليه إذا بلغ يصوم إذا بلغ يصوم شهرين متتابعين هذا على المذهب. وإلا القول الآخر إنه غير مكلف
غير المكلف لا يجب عليه شيء، لا كفارة ولا غيره، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتل. نعم. يجوز نعم يجوز له يفطر ولا يقطع التتابع، فطره في السفر لا يقطع التتابع لأنه فطر مأذون به شرعا، والفطر المأذون به شرعا لا يقطع التتابع. نعم. فيه من العلماء من يرى أنه يقطع التتابع لأن سفره باختياره، لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يقطع التتابع لأن الله رخص للمسافر أن يفطر. نعم. أو المريض، فرضنا أنه مريض أثناء صيام الكفارة مريض واحتاج إلى الإفطار، يفطر ولا يقطع التتابع لأنه عذر شرعي. نعم. نعم. هذا من شبه العمد أو من الخطأ، إما من شبه العمد وإما من الخطأ، ففيه الكفار. نعم. ما طالب شيء، ما دام ما طالب شيء الحمد لله، إن طالب شيء روحوا للمحكمة. نعم. إذا علمت إن هذا المال ما هم ملك لمن هو معه ما يجوز لك تشريه منه ولا تقبل صدقته ولا تأكل منه إذا قدمه، إذا علمت أنه ما هو ملك له وأنه مسروق هذا حرام، لا يجوز لك تقبله ولا تشتريه ولا تأكل منه ولا تقبل هديته، أنه حرام لا يملكه. نعم. ترك الهجرة، ظلم النفس تركه الهجرة هو يقدر عليه، هذا ظلمه لنفسه. فالذي يترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه وهو يقدر على الهجرة متوعد بهذا الوعيد. نعم. وما هو الاستطاعة؟ ما هو صحيح، ما استطيع، يقدر على الهجرة، هذه دعوة منه غير صحيح، يقدر على الهجرة، أو مستضعف بمعنى أنه ما يقدر على إظهار دينه، هذا ليس بعذر، إذا استضعفت عن إظهار دينك يجب عليك الهجرة، إذا منعت من إظهار الدين يجب عليك الهجرة معك، إلا الذي لا يقدر على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.